أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت أهل مصر. معنا ومعكم الأستاذة مفسرة الأحلام الأستاذة الدكتورة هيام مجدي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. حضرتك كنا عايزين نعرف منك بعض الأسئلة. حضرتك تفسير الأحلام هو بيكون موهبة ولا علم؟ تفسير الأحلام بيكون موهبة وبيكون إلهام من الله عز وجل. اولا لما بيكون الانسان عنده موهبه بيقدر ان هو يهتم بالمجال دوت وبيبدا يصقلها وينميها بالعلم، فهو موهبه من الله سبحانه وتعالى. طب عاوزين بس حضرتك احنا والساده المشاهدين نعرف الموضوع بدا معاك ازاي. الموضوع بدا معايا من 14 سنه، كنت بفسر لناس كتيره قوي وكنت بصيب في تفسير الرؤى، يعني اهلي واحبابي وناسي، في اصدقاء طبعا كنت بفسر لهم الرؤى وكنت بصيب في تفسيرها، والحمد لله بدات اطور من علمي وانميه والحمد لله وصلت للي انا فيه دلوقتي. طب ايه الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الفرق بين الرؤية والحلم، الرؤية رسالة من الله عز وجل بيرسلها الله سبحانه وتعالى على يعني رسالة، والرسالة دي طبعا بتكون يا إما مبشرات يا إما تحذيرات يا إما إنذار من الله عز وجل. طب حضرتك فسرتي يعني حلم لحد قبل كده وفعلا وقع على صاحبه او ان الحلم ده اتحقق؟ اه طبعا فسرت كتير رؤى واحلام واصبت فيها بفضل الله عز وجل. طب لو الانسان شاف الحلم وكده يعني حاجه مش كويسه او حلم اللي هو عايزه كده يعمل ايه؟ يطلع صدقه ولا يعمل ايه؟ لو شفتي رؤيه غير محموده فانت هتتفلي على يسارك 3 مرات ولا تذكريها لاحد كما اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طب هي رؤيه ممكن تتحسد؟ الرؤيه ممكن تتحسد لقوله تعالى لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني المفروض ان انت لو شفتي رؤيه تقصيها على حبيب او على عابر كما اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طب لو حد شاف رؤيه وكده وحد من الاهل فسرها فممكن برضو بتقع عليه لو فسرها بشكل غلط؟ الرؤية لا تقع على التأويل الخاطئ، الرؤية تقع على التأويل الصحيح، كما رأى عزيز مصر رؤية وفسرها له أهل المعبد إن هي أضغاث أحلام، وطبعا لما فسرها له سيدنا يوسف إن هي هتبقى 7 سنين من الوفرة و7 سنين من القحط والجفاف، فبالتالي وقعت على تفسير سيدنا يوسف. طيب الالوان والارقام ليها مدلولها في طبعا التفسير. الالوان ليها مدلول والارقام ليها مدلول، يعني مثلا مبدئيا لو اتكلمنا مثلا عن رقم واحد يدل على الانفراد، يدل على التوحيد، يعني ان الانسان دوت لو شاف رقم 1 في المنام دليل على ان هو متجه الى الطريق الصحيح، يعني حد متجه الى الله سبحانه وتعالى، فدي رسالة مبشرة لي من الله عز وجل. لو شفتي رقم 7 مثلا، رقم 7 من عجائب الدنيا 7، يعني ان شاء الله بإذن الله اللي هيشوف رقم 7 من الأرقام المحمودة المستحبة في المنام ينتظر بشرة وينتظر عجوبة هتحصل معاه كويسة قوي. طب بالنسبة للألوان الملابس لو الأسود؟ لو اللون الاسود دوت بيبقى سياده للرائي، بيبقى مثلا لو واحده عزباء شافت اللون الاسود في المنام فدي سياده وان شاء الله هيقبل عليها شخص ميسور الحال ان شاء الله. طب اللون الابيض؟ اللون الابيض صلاح لاهل، يعني مثلا اللي هيشوف اللون الابيض في المنام فده صلاح حاله، يدل على انه من اهل الصلاح والتقوى. طب الاخضر؟ اللون الاخضر لباس اهل الجنه، فاللي بيشوف اللون الاخضر دوت وخصوصا لما يدهولك حد متوفي فده دليل على حسن حاله عند الله عز وجل. طب كان بعض المتابعين لما عرفوا ان حضرتك موجوده معانا وكده كانوا عايزين بس يفسروا بعض الاحلام بتاعتهم. طيب اتفضلي حبيبتي. في واحده بتسال بتقول ان الرؤيه دي ازعجتها جدا، هي حلمت ان هي بتقرا في الحلم سوره الحقيقه، وطبعا احنا عارفين ان مفيش سوره اسمها الحقيقه. هي المقصد من سوره الحقيقه هي سوره الحاقه، فالدليل على كده ان هي شافت المنام دوت فدليل على انذار من الله سبحانه وتعالى، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، والمقصد من هذا الرؤيه ان هي تتبع الطريق الصحيح وتلتزم بالعبادات والفرائض لان هي كده ماشيه على طريق خاطئ. طيب في شخص سمع طرقات في السماء؟ الطرقات في السماء برضو لما يبقى في خبط او طرقات في السماء فده دلاله على ان الرائي اللي شاف المنام دوت ليس على خير. سيده اخرى بتقول ان هي يعني حلمت ان هي بتقرا سوره تبارك.
تبارك. صورة تبارك في المنام أو صورة الملك اللي بيشوفها هنا في المنام دلالة على إيه؟ كان في واحد طبعا مراته توفت وراح يزورها، فشاف إن القبر يخرج منه رائحة طيبة، يعني رائحة ورد، فقال اللي كانوا موجودين معاه طبعا اللي كانوا بيزوروا القبر بتاع زوجته، فقال إيه الرائحة دي؟ قال إنها كانت ملتزمة أو بمعنى أصح مواظبة على صورة الملك يوميا. طيب عندنا سؤال تاني، الشخص دوت هو خلص ثانوي عام من زمان، فبيحلم كل كام شهر ان هو رايح امتحان ثانوي عام ومستعجل وخايف ومش عارف يعني مرتبك. الامتحان في الرؤيا، يوم الامتحان يكرم المرء او يهان، واذا تشاكلت عليكم الرؤى فخذوا بالاسماء كما اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالامتحان يدل على محنه يمر بها الرؤي، فهنا المفروض ان هو في محنه ان شاء الله باذن الله ربنا يخرجه منها على خير. طب بالنسبة للخاتم الذهب، الخاتم الذهب هنا للعزباء فهو عريس، الخاتم الذهب للمتزوجة فهو صبي هتكرم به بإذن الله إن شاء الله. طب الخاتم الفضة، الخاتم الفضة انفضاض أمر، لو كانت عزباء وشافت نفسها بتلبس خاتم فضة فأنا هنا هقدر أقول لها إن هي العلاقة مش هتكتمل، لان انفضاض امر يعني الموضوع دوت مش هيكتمل. في سؤال بيقول ان عاوزه تعرف اللي هي الدبله الفضه والدبله الذهب تفسيرها ايه؟ طيب الدبله الفضه هنا هقدر اقول لك ان الدبله تدل على تبديل الحال من حال الى حال، يعني المفترض ان هي في حاجه بتمر بيها، ولكن لما تشوف الدبله هنا فان شاء الله باذن الله في حال هيتغير، وفي ان شاء الله تغير هيحصل في حياتها للافضل. طب روايه السلسله، السلسلة هنا السلسلة برضو لو متزوجة فان شاء الله بإذن الله دليل على ان زوجها غيور زيادة عايز يقيدها، يعني بمعنى اصح متحكم فيها زيادة، ولو شافتها العزباء برضو دليل على ان هو هيأتي لها شخص يعني هيتقدم لها عريس هيكون شوية يعني حابس حريتها او مقيدها. تمام. طب روايه الطفل في المنام، الطفل هنا لما يكون رضيع فده هم ومشكله، ممكن يكون الطفل الرضيع للعزباء برده جميل جدا، لما تشوف العزباء ان في طفل ويبتسم ليها فهنا هقدر ابشرها بعمل مقبل عليها في بشاره خير، لان في ناس كتير قوي تقول لك انا بخاف من الطفل الرضيع، في بعض الرؤى ممكن اقول على الطفل الرضيع مشكله او هم او نكد، ولكن للعزباء بتختلف من العزباء الى المتزوج وعلى حسب حال الرؤية. طب رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على قضاء الحوائج واتباع السنة النبوية، وطبعا دليل على ان انت ملتزمة بالسنة وملتزمة يعني السنة النبوية. طيب بعض الستات او اغلب الستات بتشوف حلم، الحلم ده بيكرر مع اغلب السيدات ان جوزها بيتجوز عليها، فعاوزين تفسير الحلم ده. بصي طبعا كتير قوي بيبقى المتزوجات بيبقوا منشغلين عقليا بان طبعا زوجي هيتزوج عليا، وان في طبعا مشاكل كتير، فتبص تلاقي الشيطان بيتدخل في المنام، ولكن لو الواحده فينا شافت كسيده شافت ان جوزها بيتزوج عليها وهي حامل فان شاء الله هتنجب بنت، ولو شافت ان هو بيتزوج عليها فهي بدايه سعيده، يعني دنيا مقبله عليه سعيده باذن الله تعالى، ما تخافيش خالص من الرؤيه ديت، يعني ان شاء الله تبشري ببشره خير مقبله على زوج او عمل جديد باذن الله قادم عليه. عايزين نسال الحلويات في الحلم، الحلويات هنا بتبقى برضو مناسبات سعيده، بتبقى مسرات، بتبقى افراح للي بيشوفها، فهي طبعا رؤيه الحلويات انا بستبشر بيها قوي في المنام. طب سواء كنافه او بسبوسه او حلويات شرقيه او غربيه كله زي بعضه؟ بصي الكنافه هنا بتبقى دليل على ان الست دي او البنت بتبقى يعني حسنه الوجه او حسنه المظهر، فانا هنا بقول ان الكنافه بتختلف من البسبوسه، البسبوسه طبعا بتبقى برضو رؤيتها جميله قوي للبنت في المنام، بقول لك بتبقى افراح، بتبقى فرحه، بتبقى يعني مناسبه حلوه مقبله عليها. طب كنا عايزين نسأل رواية المتوفي في الحلم سواء كان أب أو أم. طيب المتوفي في الرؤية لما يجيلك وخصوصا كمان لما تكون الأم، الأم هنا مصدر الحنان، مصدر الحب، مصدر العطاء، لما تيجي الأم هنا وسواء بتحضنك أو مثلا بتديكي حاجة، إن عطايا المتوفي كلها خير سواء من الأب أو الأم أو سواء من المتوفي عامة، بتبقى كلها خير. فتاة شافت ان مامتها بتديها ذهب في الحلم ده. طيب الذهب في المنام يدل على ان زينة هتتحلى بها المرأة، يعني لو ام شافت او حد متوفي
مثلا واحده من الرائي شافت ان المتوفي ده حاجه، فده دليل على عطايا هتكرم بيها او زينه تتحلى بيها بالنسبه للذهب. اي نوع من الذهب يعني؟ حتى لو اساور؟ لا، لو اسوره، لو غويشه، لو خاتم بتختلف. بقول الخاتم بيبقى ولد، لو غويشه بتبقى بنت، لو اسوره هيبقى عريس، والعريس دوت هيبقى بقى ايه مقيدها. طب بس تفسير ابن سيرين اختلف في الكلام بتاع حضرتك، قال لي الاسوره ده بتبقى حبس سجن. في بعض الرؤى ما بقول لك هنا على حسب حال الرؤي، انا بفسر الرؤيه، ممكن الرمز ياخد الاف التفسير، فانا هنا بتكلم عامه، بتكلم في اللي هو بيبقى ايه وارد معايا كتير في تفسيراتي. طب يعني سواء للبنت او سواء للمتزوجه الرؤية بتختلف من شخص لشخص على حسب ايه؟ على حسب حال الرؤي. يعني انا دلوقتي لازم اعرف اللي قدامي اللي شافت المنام ايه الحالة الاجتماعية، انت متزوجة، انت عزباء، انت بتمر بمحنة، اسأل كذا سؤال كما كان يسأل الامام محمد ابن سيرين لما كان حد بيعرض عليه رؤية، كان بيقول له حالك ايه، وكان بيسأل 40 سؤال عشان يوصل للتفسير الصحيح للرؤية. وهل صلاح الدين من ضمن الأسئلة وكده؟ اه طبعا. يقال يا دكتورة أو يشاع إن رؤية البنات في الحلم أفضل من الولاد. ايوه طبعا، البنات رؤيتها مستحبه قوي في المنام. يعني لما بنت او اي حد يشوف ان هو راى بنت في المنام، سواء كانت صغيره او مثلا كبيره، فدي دنيا مقبله عليه، حياه سعيده قوي هنيئه، هقدر ابشره بان ابشر 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 بالرؤيه دي، جميله قوي. طب لو شاف فتاه جميله؟ لو شاف فتاه جميله بقول لك لو يتزوجها، فانا بقول لك لسه من شويه بقول لك في تفسير رؤيه، لو الست شافت جوزها بيتجوز عليها، فدي دلاله على دنيا مقبلة على جوزها، او بداية سعيدة، او عمل ان شاء الله. لو هو مش متجوز، لو هو مش متزوج وبنت يعني بيشوفها ان هو بيتزوجها، فهو هياخد بنت جميلة قوي يعني. حلو. طيب كنت عايزة اسأل حضرتك، في سيدة شافت نفسها في المطبخ ومعها سمك ني. طيب السمك في كل الاحوال بيبقى رزق، ولكن لما بيجي ني هنا فانا بقول رزق، ولكن هيتأخر شوية، لسه شوية في صعوبة عشان توصلي للرزق ده. طب واللي بيصطاد سمك يعني سمك صغير او كبير؟ اللي بيصطاد سمك صغير، فهنا السمك الصغير هقدر اقول له ان في اوجاع واتعاب ومشاكل في حياتك، لان السمك الصغير هنا بيبقى فيه كله شوك كتير، يعني مصاعب هيواجهها في حياته. لكن السمك لما يجي كبير ويكون ليه عدد، فدول النساء في حياته. لكن لما بيكون السمك كتير قوي وملهوش عدد، فهنا رزق كبير، رزق كتير مقبل عليه. سيدة شافت نفسها ان هي ساكنة في بيت جديد، بس البيت على الطوب الاحمر. البيت الجديد هنا انتقال من حال الى حال افضل، يعني هي هتنتقل من مرحلة الى مرحلة جديدة، يعني في حاجة كويسة جدا مقبل عليها. ولكن الطوب الاحمر هنا ليه واقفة، هقدر اقول لها ان الطوب الاحمر اللي هي يعني هتبدأ حياة، ولكن فيها قسوة، فيها تعب شوية. طب يقال ان رغيف الخبز في العيش هو العمر اللي الانسان يعيشه. اه، رغيف العيش بناخده بالعمر او بالسنة، على حسب بقى، كتير جدا من المفسرين فسروا على ان رغيف العيش بيبقى مثلا 40 سنة اللي بيشوفه، يعني هيعيش 40 سنة فوق عمره. ولكن هنا انا بفسر العيش بيدل على المعيشة، لكن لو الانسان مريض وشاف رغيف العيش فيدل على ايه؟ ان ان شاء الله طول عمري ليه، او مباركة في العمر. طب الذبح في الحلم؟ الذبح في الحلم لو شاف حد بيذبح بن ادم، يعني شخص، فده دليل على ان هو اوقع عليه ظلم كبير قوي. لا، لو حد بيذبح مثلا حيوان. وفديناه بذبح عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى، فهنا يجب عليه ان يتصدق. طب ايه الاطعمه المكروهه في الحلم؟ الاطعمه المكروهه كتير قوي، يعني بصي، هو كل ما يؤخذ من الارض فهو حلال طيب، لكن لو شفت الطعام هنا يا استاذه دلال، لو شفت الطعام بيبقى مثلا عليه حاجات مكروهه، يعني بمعنى اصح هقدر اقول ان ده مال حرام. الطعام لما بيكون طازج تمام بيبقى جميل قوي في الرؤيه، يعني كل الخضروات بتبقى جميله قوي، بيبقى خير هيعم على الرؤي. ولكن الطعام لما بيجي ان هو مثلا بيبقى عليه حاجات مش مستحبه، او مثلا بيبقى يعني مش مستحب، لما بتشوفيه مثلا على اي وضع من الاوضاع اللي هي مش مستحبه، عليه مثلا ذباب، عليه حشرات، البطيخ مثلا والكوسه. البطيخ انا بتفائل جدا بالرؤيه، وبختلف جدا في تفسير البطيخ مع بعض المفسرين، مع احترامي لكل المفسرين، ولكن بختلف قوي في تفسير البطيخ. البطيخ ده انا باخده بالحظ السعيد.
الحظ السعيد البطيخه بتبقى مقفوله، وانت بتيجي تفتحي البطيخه على حسب بقى، ممكن البطيخه تطلع جميله قوي تمام وطعمها حلو قوي، وممكن البطيخه تطلع ايه مش حلوه. فانت هنا في الحاله ديت بتبقى حظ، فانا هنا البطيخ لما بشوفه فده حظ سعيد للانسان، ولكن على حسب ايه الحدث اللي حدث معاه او تفاصيل الرؤيه. هل بعد ما شاف البطيخه كان ايه وضعها؟ تمام، يبقى لو كانت البطيخه مش حلوه يبقى هو حلو ايه في حظ ايه سيء هيعم عليه. طب لو البطيخه جميله وحلوه يبقى ان شاء الله حظ سعيد مقبل على الرؤيه ان شاء الله. طب الحيوانات بقى، عندنا الكلب وبيقولوا صديق. الكلب بيكون صديق وفي بعض الرؤى برضو، والكلب بقول لك بيبقى ليه الاف التفسير. طب الكلب بيكون صديق وفي لما بيكون واقف جنب صاحبه او جنب الرائي ان هو خايف عليه او بيجري ورا العدو ايه تبع الرائي. طب لما يجي يعض بقى، لما يجي بقى يجري وراكي او يطردك، فهو صديق ليكي بيحاول ان هو يعني بيكيد ليكي مكيده. دكتوره هي يمكن كان في رؤيه الفتاه بتسال بتقول ان هي شافت ثعبان اصفر بيطاردها في الحلم. طيب الثعبان الاصفر بيكون انسانه ممرضه، يعني لو حد بيطاردها في المنام فدليل على ان هي تحذر كل الحذر من انسانه ممرضه في حياتها، يعني انسانه حقوده، انسانه غيوره. ليه؟ اللون الاصفر هنا على التعبير بيبقى غير محمود. طيب لو الثعبان الاسود؟ طيب الثعبان الاسود هنا في المنام بقول لك بيبقى ليه كذا تفسير، يعني لو هناخد الثعبان الاسود في المنام فيدل على سحر، بيدل على برضو عداوه. تمام، يعني يا اما الانسانه دي فيها سحر يا اما الانسانه دي في حد عدو وبصي في حياتها مؤذي جدا. طيب فتاة دائما ترى نفسها، دي فتاة شافت الحلم دوت، بترى نفسها دائما ان هي بتمشي بين القبور. طيب بيقول لك من ضاقت به الصدور زار القبور، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا المقابر لما نشوفها في المنام وانت بتمشي حواليها معناها ان هي بتتبع ناس منافقين. طيب كنا عايزين نسأل القطة لو خربش، يعني دي دوت شاب بيسأل على الحلم ده، هو شايف ان في قطة خربشته جامد في ايديه وسابت علامات، سابت اثر. القطة هنا وشاب يبقى بنت، بنت غدارة في حياته، يحذر قوي قوي من غدرها. طب اللي هو لو في حد شايف ان هو بياكل الاسكافاندي اللي هو يصفي. طيب ده بصي بقى هقدر اقول لك، لسه بقول لك من شويه كل رؤيه كل رمز بيختلف على حسب حال الرؤي. يعني اليوستافاندي دوت دليل على ايه؟ جايه من الاسف. تمام، وجاي برضو من الاحماض من الهم. ليه؟ للون الاصفر برضو. تمام، او اللون الاورنج احنا بناخده في التأويل هنا ان اللون دوت بيبقى مرض او بيبقى تعب. وممكن يكون برضو اسف على حسب تفاصيل الرؤية، لازم الرؤية تبقى كاملة عشان اقدر افسرها. سيدة دائما بتشوف في طيارة طايرة في الجو، والطيارة دي بتنزل بسرعة رهيبة كده وبتنزل على المنازل، دايما بتشوف الحلم ده وبيتكرر معايا. طيب الطائرة في المنام بتبقى علو وشأن للرؤي، يعني بتبقى رفعة، بتبقى مكانة عالية، مكانة مرموقة. طب لما تنزل بيها في وسط المنازل معناه ان الست ديت يعني ذو علم، ذو علم وبتوزع العلم بتاعها على الناس. دكتوره هيام في يعني واحده بتسال ان هي شافت ان هي بتقطف ثمر من الشجر. طيب الشجره دي هي العائله، فلما تقطف ثمره منها معناها ان هي هتتجوز حد من العائله لو بنت عزباء. طب الدرس في الحلم، في واحد شاف ان هو بيشيل درسه في الحلم من تحت. طيب الدرس لو وقع في ايدك تمام، فانت ان شاء الله في اموال هتجيلك. تمام، لكن لو الدرس وقع وما شفتهوش يبقى حد هيتوفى في العائله. علي الدروس من فوق غير طبعا الفك العلوي، الفك العلوي هنا اهل الاب، الفك السفلي اهل الام. طب نتكلم عن رؤيه الانبياء عليهم السلام، واحد شاف في المنام سيدنا يوسف. رؤيه سيدنا يوسف تمام دليل على ان في ظلم كبير هيقع على هذا الشاب. طيب ولكن الظلم ده هيقع عليه من الاخوه، من اخواته. طيب التوقيت بتاع الرؤيه كان امتى؟ هو بيقول ان هو شافها المغرب. طيب احنا بنقول في تفسير في يعني اوقات المغرب للرؤيه، يعني اي حد بيشوف رؤيه في توقيت المغرب لا مجال لها من التفسير، لان الوقت دوت مش مستحب خالص في ان انت تشوفي رؤيه، بيبقى تتدخل فيه الايه الشياطين. يعني الشياطين ما مش بتتدخل غير في التوقيت ده، لا تتبدل هنا في الوقت ده الشياطين وتاتي ايه الملائكه. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل انقاذ
الخلاف في التوقيت ده. فهنا اقدر اقول لك ان ممكن يكون حصل تلبس من الشيطان، ولكن رؤيه سيدنا يوسف عليه السلام فده دليل على العلم اللي هو هيكتسبه، ودليل على الظلم اللي هيقع عليه من اخوته. ولذلك انا بحب اشوف الرؤيه واعرف تفاصيلها واعرف احداثها علشان اقدر اجاوب التفسير الصحيح والدقيق للرؤيه. طب هل الرؤيه ده ممكن يحصل ليه جبر ولا الرؤيه؟ اكيد طبعا ربنا هيجبره، وان بعد العسر يسر، وان شاء الله باذن الله هيجبره. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما جعل لسيدنا يوسف مكانه عظيمه وجعله طبعا عزيز مصر بعد كام؟ بعد 40 عام، تمام. فالرؤية هنا ما مش بعض الناس برضو بتقول لي هو حضرتك بتفسر لنا الرؤى ومش بتتحقق بسرعة، لا ما تستعجلوش، لان الرؤية ليها مدى في يعني ايه تحقيقها، بتاخد ايه وقت عبالت ما تتحقق. فعلا زي سيدنا يوسف وهو طفل حلم ان الشمس والقمر بتسجد له، والرؤيه دي اتحققت وهو شاب كبير فعلا. طبعا فهنا دليل على ان الرؤيه ما تستعجلوش في تحقيقها، ولكن هتتحقق، لان الرؤيه على جناح طائر او على رجل طائر اذا اولت وقعت. طب كنا نرجع تاني للارقام، لو حضرتك كنت بتتكلمي على رقم 7. طيب رقم 7 هنا بقول لك يعني عجوبه هتحصل للرؤيه، رقم العجب. طب اللي بيشوفه هنا هقول له ابشر ابشر بحاجه هتحصل معاك ستتعجب عليها او هتندهش ليها، تمام. طيب رقم 8، رقم 8 تمام حلو قوي، ولكن للست بيبقى غير محمود، وبرده للرجل بيبقى غير مستحب، لان هو ياتي للميل، يعني هو كده معناه ان انت في ميول في طريق بعيد عن الله سبحانه وتعالى، تمام. طيب ورقم 8 زي ما قلت لك على قد ما هو حلو قوي، لان هو بيبقى رمز الابواب الفتح، يعني ان شاء الله فتوحات عظيمه للرأي، ولكن بيبقى في وقفه قوي عنده. لرقم 8 يدل على الميل، يعني انت ماشي في طريق في ميول او طريق بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. دكتورة، في فتاة بعت سؤال بتسأل، هي دايما بتشوف نفسها ان هي غير متزوجة، بتشوف نفسها ان هي بتبص للمراية كتير في الحلم وكده. طيب دليل على هنا ان في ضرر من القرين، معناها ان هنا في ضرر او اذى هيأتي عليها من القرين، فلازم تلتزم بالرقية الشرعية، لازم تلتزم بالورد اليومي. الدكتورة، في شاب بعد بيسأل ان هو دايما بيشوف نفسه ان هو بيمشي حافي وبينزل بيروح الشغل وهو حافي، فكنا عايزين تفسير الحلم دوت. طيب الشاب دوت لو متزوج، ركزي قوي في الحتة دي، فمعناه ان هو في انفصال بينه وبين زوجته، تمام. النعل هنا فخلع عليك فانت بالوادي المقدس طوى، يعني دليل على امن وامل ليه. بصي بقى الرؤيه جايه ازاي، يعني ليها شقين في التاويل وعلى حسب حاله. بقول لك لو متزوج يبقى في ايه؟ يبقى في عدم استقرار بينه وبين زوجته، يا اما انفصال يا اما امن وامان يختبر الرأي، تمام. طيب لو هي بقى عزباء وشافت كده وماشيه مثلا في الطريق، او هو مثلا عايز بالشخص دوت، فده دلاله على انه هو في تعطيل بس في زواجه. دكتور، في سؤال من شاب بيقول ان هو شاف نفسه ان هو نازل الشغل قاري من تحت، فعايزين تفسير الحلم ده ايه؟ لا الرؤيه دي مش مستحبه، العريه هنا افتضاح امر ليه، وكمان نازل شغل وعمله يبقى افتضاح امر في عمله. طب لو ماشي عريان خالص مش لابس حاجه؟ لا عريان بقى ونازل قدام الناس، فانا هقدر اقول له استر نفسك، انت كده وصلت لمرحله يا اما بعد تام عن ربنا زي ما قلت لك، يا اما افتضاح امر وكشف اسرار وكشف خبايا تخص الرؤي اللي شاف المنام ده. طب طول الشعر للسيده في المنام، يعني واحده بتشوف شعرها طويل جدا، جميل اكتر من العاده، جميل قوي. بمعنى جميل بمعنى ايه؟ طيب جميل بمعنى ان هي الشعر زينه للمراه، فلما كل ما كان الشعر طويل وجميل فده حاجة هتسر عينيها، زينة هتسر عين المرأة، مباركة في عمرها. فرؤية الشعر لما بيكون طويل بيبقى جميل قوي للمرأة بالذات، لأن أكتر حاجة بتهتم بيها المرأة هو شعرها. دكتور، احنا سعدنا بلقاء حضرتك النهاردة. أعزائي المشاهدين، طاب مساءكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، على أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صوت أهل مصر.